مرحبا. معنا عداري اليوم. عداري حابة تعمل سموكي آي بس بالألوان الترابية. هلأ هي عندها عيون اسم الله كتير حلوين بتساعد إنه نعمل سموكي أو مكياج دخاني بالألوان الترابية. فأول شيء عداري رح نستخدم لك الكحل بنسل البراون كأساس للآي شادو، رح ندمجه على كامل العين، بعد هيك نستخدم الألوان الترابية لنحصل على اللون السموكي على كامل العين. ندمج الكحل بنسل ونفس الطريقة رح نستخدم نفس الكحل بنسل على خط رموش السفلي أو التحت، بنفس الطريقة ندمج. هلأ نحن عملنا الأساس آي شادو، رح نستخدم للآي شادو باليت اللي هي رقمها إبنوز آي شادو باليت 108 اللي هي فيها الألوان اللي رح تساعدنا نعطيها اللون السموكي أو اللون الدخاني اللي هي عم ترغب فيه. فأول لون رح نستخدمه اللي هو اللون البني الغامق وبندمجه بهاي الطريقة. نستخدم برش ثانية بس عشان يعطينا المظهر الدخاني واللون البني الغامق تحت الرموش أو الرموش السفلية عشان يعطينا المظهر الدخاني. وآخر شيء رح نحدد العين كمان مرة باللون الكحلي البراون بس على خط الرموش رح نلون بين الشعر أو الفراغات. قبل ما نخلص مكياج العين رح نستخدم إبنوز دراما ماسكارا اللي هي بتعطينا تطويل للرموش وبنفس الوقت سوادة كتير حلو وبضلها فترة كتير طويلة. وايد وايد ناعم بنفس الوقت سموكي شي معطيني different look James Bond actor وايد هلو thank you عداري مبسطنا اشتغلنا معك و thank you so much وان شاء الله يكون عجبكم اللوك وعطاكم النتيجة اللي انتو عم بتدوروا عليها. thank you bye bye.